تعرف ان نهائي كاس عالم 2026 هيتلعب في استاد ملعون؟ كاس العالم الجاي هيتلعب في امريكا وكندا والمكسيك، وفيفا اعلنوا ان النهائي هيتلعب في استاد مت لايف اللي موجود في نيو جيرسي. بس الاستاد ده معروف في امريكا كالاستاد الملعون، وده عشان الاستاد استخدامه الاساسي هو في الكرة الامريكية، وفي الثلاث مواسم اللي فاتوا بس 17 لعيب جالهم رباط صليبي واصابات قوية على ملعب الاستاد ده، وواحد من اسباب الاصابات هو ان الملعب نجلته صناعية، وده خلى مشجعين كتير يخافوا من الاصابات اللي ممكن تحصل في الاستاد في كاس العالم. بس فيفا بيقولوا انهم هيجبروا الاستاد انهم يغيروا نجيلة الملعب لنجيلة طبيعية قبل كاس العالم. تفتكروا ده هيفك اللعنة ولا ممكن نشوف اصابات قوية في نهائي كاس العالم؟